يا مساء الفل والهنا. النهارده الحلقه بتاعتي تعتبر خاصه شويه بالنسبه لي، لكن هي الحقيقه عامه لجمهور النجم اللي انا مستضيفاه النهارده. هو نجم ناجح في مجالات كتيره قوي، شاب صغير نموذج وقدوه لشباب كتير في طريقه التفكير، لكن في الاخر هو طفل من اطفالي اللي أنا في يوم من الأيام كده قاعدة في الشركة بشتغل وبعمل ب700,000 حاجة، وبعدين أزعرينا كده ودخل لي كستوبان صغنن كده اسمه هشام جمال. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إيه اللي كان جايبك يومها؟ أول حاجة خالص كان ساعتها لسه موضوع الفن ده لسه أنا ببتديه على جنب. وأول حاجة كان موضوع الأونلاين والديجيتال. أيوة. وموضوع قرصنة الأفلام وإن الديجيتال هو اللي جاي أيام ما كان لسه محدش مركز في الموضوع قوي. دي كانت البداية خالص. ده دخل في وقت فعلا إحنا بنعاني من القرصنة وسرقة الأفلام على الإنترنت، كان لسه بقى قبل القنوات المقرصنة، ده كنا إنترنت بس. أيوة. يعني وشايفين إن إحنا في كارثة، ولقيت شاب صغير عنده 18 سنة لسه في أولى جامعة وعينيه بتطلع نور، ذكاء، طموح، منورة جدا بالرغبة في الوصول والنجاح والمعرفة. أكتر حاجة عجبتني فيه المعرفة. ابني أنت اسمك إيه يا حبيبي؟ هشام جمال. هتعمل إيه معانا؟ قال لي هنعمل. أنا قاري بقى، ولقيته قاري ودارس حكاية الديجيتال والسيرفرات اللي بتسرق فين وروسيا بتعمل إيه ومش عارف الأفلام بتتسرب إزاي. طب يا حبيبي تعالى ساعدني، أنا ما هنا جاي عشان إيه؟ أنا عندي أفكار ومحدش هيستوعبني غيرك. خلصنا الميعاد وقام سلطت عليه الشركة، قلت لهم ده ما يخرجش من باب الشركة. ليه؟ هنعرف. إيه اللي حصل؟ صح، هو ده اللي حصل. انا قبل اي حاجه انا اكيد مبسوط جدا 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 ان حضرتك موجوده في حياتي بقى بشكل عام. انا النهارده جاي يمكن هنحكي حاجات الناس مش عارفاها او في ناس من اللي بتتفرج هتبقى بتسمعها اول مره، بس اللي انا اتفاجئت فيه بيه وانا بفكر كده ان انا بجد كل خطوه من ساعه ما ابتديت حتى بعد لما استقلت شويه وابتديت اعمل حاجات منفصله ان حضرتك كنت موجوده بجد في كل حاجه بكل تفاصيلها. أيوة. مش انا بفكر اعمل مسلسل، انت موجوده في المسلسل. بتفاصيل فكره المسلسل، بتفاصيل طريقه انتاج المسلسل، بافكار الحلقات، بكل حاجه. لما جيت اراجع لقيت انه بجد بجد مفيش خطوه حضرتك ما كنتيش موجوده فيها. فانا بجد متشكر جدا جدا على اي سبورت ودعم وحب وتعليم اديتيهم لي من يوم لما ابتديت بجد. دي اول حاجه عايز اقولها لك يا حبيبي يا هشام، عشان كده الناس كانت بتقول عليك ابني. ايوه. وطلع ما اعرفش الاشاعه دي حاجه يعني مش يعني هو هشام مش ابني، انا ابني اسمه عمر وعايش بره، لكن هشام ده شرف ليا لانه الثمره اللي انا حضرت مش هقول زرعتها لكن حضرت يعني انها تظهر على الشجره. وفعلا الايام كل مره كانت بتثبت لي ان انا كان عندي حق، لانه هنشوف أنا لأنه إيه. أنا الناحية التانية أنا اللي والله العظيم كل ما حد بيوقفني ويقول لي أنت مامتك إيه سعد يونس بقول له شرف ليا إن هي تبقى أمي، وفي ناس كتير هتبقى سمعت الجملة دي بس. هي مش أمي. وهي زي أمي. وأنا بجد مبسوط من الإشاعة مش متضايق. لا ولا أنا خالص، بس عشان بس ابني اللي قاعد بره ده اللي هو أخويا برضه فعلا في الحقيقة فعلاً. عمر هو الحقيقه كان فعلا زي ما بقول لكم، انا نفسي قوي الشباب كلها تبقى عامله كده. يعني لما بتبقى انت قاعد في وسط حد كبير في السن ونفسه الولاد تنهض وعايز يتحسس المواهب فين ومين هينور اخضر ومين هيظهر وكده، بتبقى فرحان قوي لما الثمره تطرح او الشجره تطرح. فابتدى يشتغل في الديجيتال اونلاين. مظبوط. وبعدين عمر كان عندي في المكتب مره فشافك فاتصاحبته جدا. ايوه. فابتديتوا تفكروا في حاجه. مظبوط. في ايه؟ لا احنا اول حاجه حصلت حضرتك خليتينا نتكلم في التليفون. قلت لي انا ابني قدك في السن وعايزاكوا تتكلموا في التليفون، هو عايش في لندن وعايزاك تتكلموا كده عشان انا حاسه ان انتوا دماغكوا هتمشي مع بعض. ايوه صح. فاتكلمنا في التليفون، مدام سعاد كانت في المكالمه كونفرنس كول، ما اخدش الموضوع منها تقريبا دقيقتين بالظبط. وبعد كده هي خرجت من المكالمه وانا وعمر كملنا طريق بقى كامل وبدانا الحمد لله طريق كامل، لانه هو كمان ما شاء الله عنده اطلاع كان بفكره الديجيتال وعنده نظره للمستقبل
متشابهه او متقاربه بحكم السن وبحكم الاطلاع والقرايه الكتير والمعرفه بنفس الحاجه. فاتفقنا انا وعمر، وده كمان بقى طريق تاني ماشي. الناس برضو كلها كانت، في ناس بتفتكر ان انا وعمر اصلا اصحاب، وبعدين انا اشتغلت مع حضرتك. مع ان هم بدا الموضوع من عند حضرتك، وبجد كل طريق او كل لاين بقى لوحده. علاقتي بحضرتك بقت لوحدها في حاجات، وعلاقتي بعمر اللي هو بقى بجد اخويا بعيدا عن مدام اسعاد، ممكن تكون مش عارفه احنا بنعمل ايه بقالنا سنه. بس احنا علاقتنا لحد دلوقتي زي ما هي، مع بعض بنتكلم كل الوقت، بنعمل كل حاجه مع بعض. فدي كانت البدايه كمان بعلاقتي بعمر، اللي هو لما جينا نبتدي بقى خالص شركه روزنامه وهو مع بعض، حطينا الفيجن اللي شبه بعض بتاعه ان المستقبل هو الديجيتال. أيوة. ان احنا عايزين نغير طريقه الشغل وطريقه الانتاج وطريقه النظره للميديا بشكل عام. أيوة. للديجيتال. وحضرتك الناحيه الثانيه كنت مصدقه فينا عشان فاهمه، مش عشان ولادك. ايوه عشان فاهمه وعايزه. اصل انا دايما اقول انه احنا جيلنا مش لازم يتكبر على الجيل الصغير، بالعكس. ده انا كنت بقول لهم انتوا بكل الوقت اللي متاح لكم انكم تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي اسرع مننا، احنا محتاجين نمسك في ايديكم عشان نكمل بيكم الطريق. مش انتوا يعني ما ينفعش يبقوا لوحدهم. ايوه، لان احنا عندنا شويه خبره، لكن احنا كمان ما ينفعش نمشي من غيرهم، لان هم دول الكبر اللي موصلنا للمستقبل. لا، واسمحوا لي بقى، انا النهارده غالبا انا هقول حاجات عليكي برضو بحكم إيه ده؟ طيب. بحكم ان انا عارف اكتر من ناس كتير. هو النقطه برضو عند حضرتك برضو ما شاء الله، انه الاختلاف ما بينك وما بين الناس الكبار اللي عندهم اكسبيرينس تفوقنا بسنين، حتى لما بقعد اتكلم مع اي حد لحد النهارده، ان ما عندكيش فكره انك بتبصي له انه ده صغير، ده مش فاهم. بالعكس، من اول يوم كنت بتقعدي بتسمعي بتقولي لي انت ممكن تبقى فاهم اكتر مني، انا بقعد اتكلم معاكوا عشان اسمع واتعلم منكوا. بتقولي لنا كلام غير انه بيحسسك بنفسك ويحسسك ان انت ايه ده انا ممكن حد فعلا كبير ومهم يكون بيسمع رايي وبياخد بيه، مش بس بيسمعه كده عشان اشوف العيال الصغيره بتقول ايه. ده بيسمعه and it counts، وبيسمع الكلام ده وبيعمل بيه، فانت بتشوف رايك بيتنفذ. ده جزء والله برضو مش كلام، بس ما شفتوش عند حد تاني. الحمد لله. لا، عشان بس احقاقا للحق، انت شفته في نموذجين من الناس اللي من سني اللي هم عندهم نفس الملكة اللي هم قدام حنجلهم. أوكي. يعني أنا عرفت بتكلم عنه. وعندك قدرة انك انت كمان بحديثك العلمي او المنمق او المهذب، انك تقدر توصل مع تتواصل جدا مع الجيل اللي اكبر من مع اي جيل، ودي برضو ميزة في ربنا يعني وهبها له سبحان الله. طيب انت بعد كده ابتديت اكتشف بقى ان هو اولا في كليه الهندسه. ايوه. انت بتعمل ايه في كليه الهندسه؟ وكنت اول واحده كبيره تقف في صفي في الموضوع. يعني اول ما قعدت بعد ما اتكلمنا شويه ابتدت تركز لي قوي كده، كمل وبتعمل ايه وبتسال حاجات بره الموضوع. يعني احنا جايين النهارده نتكلم في موضوع الاونلاين والديجيتال، ابتدى الموضوع يخرج وبنتكلم في حاجات تانية، وبتفكر في ايه وعايز تعمل ايه في حياتك و و. بعدين اول ما خلصت قامت سنده وقالت لي انت بتعمل ايه في كليه الهندسه؟ قلت لها كلمي اهلي عايزيني. قلت لها حضرتك عارفه الناس الاهالي في مصر مش بنيه وحشه، هما بيكونوا عايزين يطمنوا على اولادهم ان هما يشوفوهم حاجه كبيره، فبيبقوا عايزينهم يا اما يطلعوا دكاتره يا اما بيطلعوا مهندسين. فانا من هنا احب اقول رساله للاهالي انه لو في حد عنده ميول لحاجه يسمعوه ويشوفوا ايه هي الحاجه. لان اللي حصل ساعتها ان انا كان عندي ميول لحاجات وحب وشغف لحاجات عايز اعملها بره مجال الهندسه، لكن دخلت كليه هندسه عشان طبعا وجاب نمر والله العظيم ارضي اهلي. كنت بتتابع الدرجات. ايوه والله كنت بقرا البتاع الريبورت بتاعت وكنت بجيب جريدز كويسه، يعني ما كنتش بسقط ولا اي حاجه، كنت اجيب يعني اقل حاجه جبتها كانت سي واتهزقت ساعتها. ايوه. لحد الحمد لله لما عدى سنتين وثلاثه في الشغل، بعد ثلاث سنين في هندسه اقنعت بقى اهلي ان انا تم يا جماعه متهيألي ابتدوا بقى يشوفوا انه سوا. برضو الوالد كان لما ابتدى بقى يفكر في الغنى والبتاع، الوالد الواد هيعمل ايه، بس هو كان سو كونفينسنج، يعني الحقيقه كان مقتنع بنفسه جدا ورا هدفه جدا، لدرجه انه بقى عشان انقلك للخطوه اللي بعدها ونرجع تاني، انك انت خلتنا يا ابو رؤيه نلبس ملايكه والله العظيم. وقال ايه؟ انا عايز اعمل الحمله بتاعه الدكتور مجدي يعقوب. هو طبعا هشام بيطب عليا اينما كان الوقت والزمان والمكان، واسمع كل اسمعه لحد ما كذا ساعه اتوفى منه، لانه بيقول لي جدا ويشوف في عينيا انا ده ولا لا ما تعملش كده. لقيته مصمم حمله للدكتور مجدي يعقوب مظبوط اوت اوف ذا بوكس حقيقي،
وليها سيناريو غير، واول واحد يجيب هذا الكم من النجوم يعملوا كده. فروحت انا الاستوديو لبسني ايه سن مين كوين كوين طب نشوف الاول ولا تحكي الاول زي ما انت عايزه. تعالى نشوف معلي. احنا نغنيها وانا اسمح لي ان انا اغنيها معاك اهداء للدكتور نادي. انا بتمنى ان انا اغنيها معاك من يوم ما عملناها والله. الله يسترك يا حبيبي. هو طبعا صوتي منيل، انما اقبلها مني يا دكتور مجدي عشان انت راجل اعظم من الخيال. ارسم قلبه وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملج ايديك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. ارسم قلبه وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملج ايديك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. قلبي ما بيعرفش يكره حد تاني، قلبي بيفكر في غيره مش اناني. قلبي بيبان اللي حسه من عيني، قلب راضي قلب هادي مهما دنيته جت عليه. ارسم قلبه وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. ارسم قلبه وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. ارسم قلبه وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك. افرح غني اسمع مني، جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. قررت بعد كده انك انت كان بقى خلاص عمر فتح حاجات تانية وانت ابتديت تعيل، لكن ما عندكم لينك اسمه روزنامة اونلاين. مظبوط. لكن انت قررت انك تشتغل مزيكا، فعمر قال لك انا ويل سبورت يو بس ده ملعبك. مظبوط. وابتدى شركة روزنامة ميوزك ب 11000 جنيه عشان بس الناس فاهمة ان انا اديته 8 مليار جنيه وخد من باباه 6 مليار مش عارف، ما فيش كلام ده خالص. هم 11000 جنيه خد استوديو ولقيته، طبعا انا معاه بقى في كل خطوه، لقيته جايب حاجه في منتهى الطعامه كده، شيء جميل اسمه ماجي. ماجي ده عبقري مزيكا، وده الموزع اللي هيشتغل مع هشام. ناموا في هذا الاستوديو الصغير هما الاثنين مرتبه وقاعدين وبيشتغلوا، فاكر؟ مظبوط. وبعدين ابتديت اكتشف انه بيلعب بيانو وبيلعب جيتار. انت يا واد انت كنت مخبي؟ فضلت ساكتة أتابع وأنا خايفة جدا، ألاقي نجوم بتخش الاستوديو
مش مصدقه ان دول داخلين لهشام، ده لسه صغنن، ما تسمعش يعني كويس. انت عملت كده ازاي برضو؟ انا اول حاجه طبعا بما ان حضرتك جبت سيره مادي، فانا عايز اشكر مادي، لان مادي غير ان هو الموزع اللي عمل كل المزيكا اللي عملتها، سواء موسيقى تصويريه او تترات او اغاني او اغاني افلام او اي حاجه، كل حاجات دنيا سمير غانم تترات واغاني والالبوم، كل عمل هو افلام مش انتاجي موسيقى تصويريه كتير جدا. بعد كده عمل لي انا تك تك بوم، اول حاجه عملها، وهو اللي عامل رسم قلبه، وهو اللي عامل حاجات كتير لنجوم كبيره جدا، وبقى هو من وجهه نظري اهم موزع موجود في مصر. مادي من الناس اللي ساعدتني جدا، ان هو سنه اكبر مني، ومع ذلك كان مؤمن جدا بالمشروع. ايوه حقيقي، وادى كل طاقته وكل مجهوده، وفعلا بقى كومبانيون وشريك في كل حاجه عملناها من اول يوم. وانا بعتبر مادي شريكي فعلا، مش بعتبره ان هو موزع بشتغل معاه، او الموزع اللي بشتغل معاه على طول. فطبعا عايز اشكره جدا جدا. وبدانا نشتغل، لان انا كنت الفلوس اللي بدات اعملها، انا لما عملت شويه افكار في موضوع الاونلاين ده، دي برضو نقطه مهمه انا عايز اقولها. ابتدى ناس كتير تقول اه والله، بعد ما ابتدينا نشتغل، ابتدت ناس تقول اه والله عايزين نشتغل مع الولد ده، اه عايزين نعمل شركه مع الولد ده ونحوط عليه وناخده. ففي الوقت ده انا كان حبي وشغفي هو المزيكا. انا بقول لك الكلام متكرر بقى، بس هو لا معلش، الناس حابه الشباب يسمعوا. فكنت باخد الفلوس اللي بعملها من الموضوع بتاع الاونلاين ده، وببتدي قبل كمان ما اعمل الاستوديو ب 11000 جنيه في استوديو كمان كان بتاع مادي زمان بيشتغل فيه، وكنا بروح اشتغل عنده على الضيق. فبدات اشتغل بالطريقه دي. يا رب نسيت. ابتديت تشتغل لما فعلا شركات كبيره واسامي كبيره بالظبط، قعدت معاه كلموني. أيوه. فانا أوكي. قلت حتى في شخص بالزبط. يعني في شركه أيوه. كبيره جدا، راح قعد معاهم وابتدى يقرا لهم ملفات السرقه بتحصل ازاي والقرصنه بتحصل ازاي. مظبوط. ابتديت اشتغل مع كذا حد، فابتدت الناس تبقى عندها رغبه في انه عايزين الولد ده ناخده ونحوط عليه نشاركه عشان نعرف نحملنا مظبوط. وفي الوقت ده مع كل حبي للمزيكا واني اي فلوس بعملها من الاونلاين في الديره بروح اشتغل في المزيكا مع مادي، اتعرض عليا شراكه من منتج ايامها كبير جدا جدا، صاحب واحده من اكبر شركات انتاج الموسيقي، وجي قعد معايا طلب يقابلني. قابلته قال لي عايزين نتشارك والرقم اللي انت عايزه. في الوقت ده ولد في سني بحبي للمزيكا مستحيل افكر، لاني كنت اشتغلت مع حضرتك، ولاننا كنا قعدنا عدد القعدات اللي مش كتير. مجرد ما حضرتك قلت لك في كذا كذا بيحصل، وقلت لي انا تعالى نعمل هنا مع بعض، وما عرضتيش عليا نفس العروض الخياليه اللي اتقالت وخد ونسوي ونعمل، بالعكس قلت لي كل دعم، انا هعرفك على الناس، انا هدعمك لان انت فعلا مجتهد، انا هعمل وهسوي كله في الجزء الخاص ده، مش مالي ابدا، احساسي قبل عقلي. العقل بيقول ان انا هروح للي بحبه، اللي هو اوريدي بعد شويه لو اشتغلت معاها هخش في الانتاج بتاع المزيكا وكذا، ما قدرتش. وقلبي وداني ناحيه ان انا والله العظيم اروح لحضرتك واقول لك يلا بينا. وابتدينا من هنا نشتغل على الموضوع بشكل بروفيشنال اكتر، مش مجرد سيرفيس بتتعمل للشركه او حاجه. وده اللي بدا الموضوع. دنيا سمير غانم، انا فجاه لقيت دنيا بتشتغلوا على مشروع. هي على فكره ميزته ان هو الناس بتشتغل معاه بتصدق يعني بتحط دماغها وبتصدق جدا، يعني فعلا عنده ميزه ربنا مديها له عظيمه، يعني بيعرف يقنعهم بيامنوا بيه، بيخاطروا بيغامروا بيه برضه، والنتيجه بتبقى عظيمه في الاخر دايما. الحمد لله. دنيا سمير غانم. وهو اللي بيحصل في الحته دي ان انا ما بشوفش الموضوع قدره اقناع، ودي برضه حاجه للشباب. انا كل اللي بعمله ان انا بكون صادق 100% الا حضرتك خلى حضرتك تثقي فيا مع الوقت، او دنيا او اي حد اشتغلت معاه، اني ما بدعيش اكتر من حجمي. ما انا قعدت مع دنيا ومع احمد مكي، قلت لهم احنا معناش فلوس، انا مش هدي لك اجور وفلوس رهيبه، احنا معناش فلوس نعمل لك 50 كليب، احنا الموضوع فيه فكر وفيه اجتهاد، وفيه اجتهاد ومجهود يتبذل في التفكير في ايه الافكار اللي تتعمل اكتر من الصرف اللي ملوش معنى. فالثقه دي اتبنت كده. دنيا اول لما جت ما كانتش بتثق في حد، كانت ايوه صح متردده كل 3 ثواني في حاجه، ما كانتش كانت رافضه تغني، كانت بتقول لي لا انا ناجحه في التمثيل والحمد لله، والتشتيت وخايفه، والناس كل الناس كانت بتقول لها اياكي تغني وتمثلي مع بعض، ما حدش بينجح في الغنى والتمثيل مع بعض. وانا كان عندي وجهه نظر انه لو عملتي فيلم حلو قوي هينجح، ولو عملتي اغنيه حلوه قوي هتنجح. فحتى دنيا يعني ابتدينا باني قلت لها طب تعالي نعمل سنجل. فعملنا اول سنجل قبل ما ينزل، قلت لها تيجي نخليه ميني البوم.
فعملنا ميني ألبوم ثلاث أربع أغاني. أول ما عملنا ثلاث أربع أغاني مبسوطة قوي بالأغاني قمنا مكملينه ألبوم. ثانية واحدة، أول غنوة الشتاء. أيوة. اسمها إيه؟ قصة شتاء. قصة شتاء. أيوة. برضو طبعا أنا حاطة الفوتو سيشن، هو اللي بيصور وهو اللي وبعدين قال لي طلع في فكرة، قال لي أنا عايز أعمل الغنوة دي كليب على اليوتيوب أونلاين، يعني ما فيش بقى ولا نصور ولا يتخرب بيتنا ولا السيش عارف إيه اتسرق والمأساة دي كلها. هو أول من خرج من هذه المأساة وأول من طرح غنوة مصورة المخصوص للأونلاين. ليريك فيديو ده. وشفت أنا فاكرة لوحة لوحة ورسم. أيوه. رسم وكلمة ودوق كلمة وفكرة. وفعلا عمل بريك ثرو بعد كده، مش وراء كل المنتجين. هي كانت فكرة ساعتها إنه إنه كان الألبوم السي دي بينزل لحظة ما بينزل في المحلات أو في الأماكن اللي بيتباع فيها، حد بيشتريه وقرصنة على النت 10-12 أغنية في نفس اللحظة. أيوه. فالفكرة اللي أنا طلعت بيها ساعتها إنه طيب أنا هعمل ألبوم بس أنا هنزله لكم حتة حتة. فعملت ألبوم دنيا وهي كمان وافقت على فكرة مجنونة زي دي وما كانتش موجودة. وبكل شجاعة وبكل إيمان بالفكر. فالحمد لله عملنا الألبوم بتاع قصة شتا، نزلنا أول أغنية فعملت فيدباك وفيوز رهيبة، اللي هي واحدة تانية خالص اللي هي كانت بتقول أنا بقيت بلبس على كيف ومش عارف. أيوه. بعدين شوية فوت أسبوع 10 أيام قمت منزل قصة شتا فعملت أيوه ابتديت بالأيوه بقى. صح أيوه. والتانية قمت عاملة بقى الفيدباك الرهيب وكملنا على الفكرة. والحمد لله اثبتت نجاح كليريك فيديوز، فكره انك مش لازم تصرف المصاريف الرهيبه بتاع تصوير الكليب لان ما كانش فيه فلوس رهيبه. وكانت بتصرف وتسرق يعني مش فتاكه بالظبط. فاتصرفت الفلوس اللي بالنسبه للسوق غريبه، ايه الرقم اللي هم عاملين بيه الالبوم ده. وبالمناسبه الالبوم ده الطريقه اللي عملته بيها اني بعت حقوقه الاول وبعدين عملته، يعني قلت معايا دنيا سمير غانم ومعايا ديموهات اغاني لذيذه كنت عاملها في الاستوديو من غير تكاليف. فابتدت شركات الديجيتال بتاعت الكول تونز وكده تهتم. فدفعوا فلوس مقابل انهم ياخدوا حقوق الالبوم وبعد كده قفلت انا الالبوم. أيوه. فدي بدايه حتى الفكره ماليا حصلت ازاي. الجميل في هشام انه بياتي بافكار فعلا طول الوقت جديد، دايما بايونير ودايما سابق بخطوات، فدي حاجة بتخلي يعني أنا بحبها جدا وبتمنى إن الولاد ما يوقفوش مكانهم وما يبقوش تقليديين ويقلد. أصل إحنا عندنا داء التقليد ده، إن واحد ينجح كله تر 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 تر، عنده دايما خروج. أنت عملت أغاني من كل الأنواع ولحنت ألحان أنا ما كنتش متخيلة، أنا قلت الواد هيقعد بقى بالجيتار وشعر بقى ومش عارف تتربت، لقيت لأ أغاني تقيلة. ومعاك شاعر عظيم أمير طعيمة. طبعًا عظيم طبعًا. وراجل مؤمن بك إلى المنتهى. أمير طعيمة عمل كل أغاني ألبوم دنيا من غير فلوس لأنه كان مؤمن بالموضوع برضو للحق. الراجل ده وقف معايا كتير جدا، وهو أهم شاعر في مصر وأكبر اسم في مصر، هو واسمين ثلاثة تانيين. الراجل ده جه لقى ولد صغير قال لقاني بقول له كذا بقول له أفكار الأغاني. يعني باجي أحكي له فكرة أنا عايز أعمل بنت قصة شتا دي، إن بنت بتخش مطعم بتلاقي الولد اللي كانت بتحبه، بحكي له الفكرة فيحولها لأغنية ونبتدي نشتغل، فلقى ان في حاجة جديدة. فبرضو الراجل موده جه معاه، يعني شبابه اتجدد معاه، هو اكبر منه شوية لكن يعني. طب انا عايز افهم حاجة، انت يعني مع كل ده انا بقى استغربت قوي اما سمعتك بتغني خليجي. انا عايز اقول لك حاجة على حتة التلحين الاول. اول ما عشان حضرتك سألتيني عليها. وقت ما جيت الحن كنت مكسوف ان انا اللي بنتج، فخايف ان انا اقول لدنيا اللي هو ايه ان انا عامل اغنيه مكسوف. مكسوف يعني مش اللي هو مش اللي هو الناس فاكراه بقى اللي هو بفلوسه، فمفيش خالص الكلام ده، بجد مرعوب. فابتديت ايه اقولها، فتقول لي والله حلوه قوي، واجيب الحان بجد من كل مصر. يعني لفينا على كل الناس ورحنا مكاتب الناس وكل حاجه زي الطبيعي. فبعدين نرجع تقول لي والله العظيم انا عجباني الاغاني دي. فابتدينا نشتغل على 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 الالبوم قصه شتا، لحنتها ولحنت تقريبا الالبوم كله، كان طبعا معايا 2 أو 3 ملحنين تانيين بكل كسوف وقلق عشان ما كنتش لسه في حته التلحين دي. يعني عملت حاجات زي الحمد لله دلوقتي عملت كذا حاجه. انت لحنت خليجي؟ فين دي؟ هو انا في الجزء بتاع التلحين ده في حاجه بحب اعملها قوي. انا عموما من الناس اللي بتستمتع بكل انواع المزيكا بجد بستمتع بيها. فممكن فجاه تلاقيني شهر
في سيديهات كلها مزيكا كولومبيان كده بقعد بسمعها او فجاه تلاقيني بسمع تكنو او فجاه تلاقيني بسمع اي خليجي بحب الخليجي جدا اقعد اسمعه واتبسط واعرف الناس باساميهم وكل حاجه بدون اي رغبات او طموح انا عايز اغني هنا ولا الهوى اكيد مش عايز اغني كولومبي يعني بس فببقى بعمل ده وطول الوقت ودي برضو من الحاجات اللي حضرتك علمتيها لي لما كنت بتقولي لي الفنان المخزون اللي بيخش له بيخش وبيخرج بعد كده منه فدايما خلي ودنك يخشها حاجات حلوه كنت دايما اقول له خلي ودنك هوفر فاكر هوفر دي تشفط كل حاجه في الجو فبقيت حتى لما بسمع حاجه لو انا لسه مش بلاعها قوي بعد شويه ببتدي خلاص ودني تاخد عليها واحبها وابقى وانا في الشويه الاولين دول اقول ايه هستفيد من ده قدام لسه ده قدام فالخليجي من نفس المنطلق الشعبي من نفس المنطلق مثلا زي اغنيه عبد الباسط حموده فبقيت بس بقيت بجيب اغاني شعبي حلوه اسمعها كتير عشان ودنك تبقى مع نستفيد منه قدام فالحمد لله جت في موقف اتحطيت في موقف انه بنعمل اغنيه في نيلي وشريهان ان عايزين دنيا بتغني شعبي مع عبد الباسط حموده وعملنا باب الحياه لك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك ها يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين أنا كل أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي حبيبي تدري ايش اللي في غيابك حيل تعبني احس بطرت من ايديك اذا فجاه بغمضت عين ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني جميع الناس في قلبي وناطر قربي وناطر جيتك
احبك واشوفك بين حين وحين. حبيبي برافو برافو. جيت في يوم قلت لي عايز اعمل مسلسل، خلاص بقى انت بقى بينك وبين دنيا مشروع متكامل. مظبوط. طيب عملت ايه؟ لقيته قاعد يحضر ورش ويجيب ناس ويكتب مش عارفه ايه، حتى كاتب لي انا فيلمين ثلاثه مركونين لسه ما اتعملوش. ايوه فاكرهم؟ فاكرهم طبعا. وبعدين فجاه كان هيدير انتاج الجزء الغنائي من المسلسل. مظبوط، تنفيذ الاغاني والمسؤوليه. الفكره بس كانت انه فين كان بايونير برضه، فين كان سابق انه يعمل فورمات لهفه ده؟ برضه انا بصيت له مختلف عن السوق خالص، حلقات منفصله رابطها خط فقري كده، عمود فقري، لكن هي الحلقات نفسها كل حلقه منفصله، وانه يستضيف في كل حلقه نجم يعمل له يعني. وفجأة لقيته بينتج المسلسل والأغاني كله، الأغاني كله. وفكرة المسلسل كان فيه أغاني، هي دي لأن في الوقت ده هو اللي حصل، إنه كان بيتعرض طول الوقت على دنيا تعالي اعملي فوازير، تعالي اعملي فوازير، تعالي اعملي فوازير. وأنا كنت شايف إنه الفوازير النهاردة بشوية معطيات كده صعب تتحقق بالنجاح وبالموديل بتاع زمان. فقعدت اشتغلت على فورمات مسلسل لهفة، إنه إزاي يبقى مسلسل كوميدي وفاميلي فريندلي عائلي، ما فيهوش الفاظ، ما فيهوش حاجه تبقي قلقانه ولادك هم يتفرجوا عليها، ويكون في اغاني اللي هي محققه الاستمتاع بتاع الاغاني والفوازير، ويحقق لي انا شخصيا حبي للمزيكا واني ادخل جواها الحاجه اللي انا بحبها. وابتدينا نشتغل على مسلسل لهف، فدي كانت بدايه انتاج المسلسلات. وهنا برضو اللي ساعدني فكره الطلب على دنيا، وان الحمد لله لما الاغاني نجحت، وهي اوريدي طول عمرها ناجحه وطول عمرها مكسره الدنيا في الكبير، وكانت قبلها في كامبينز اعلانات بتغني فيها وكذا، فلما كمان بقت في العلاقه دي ما بيننا، فبقى تطلب، فبقت تقول لهم طب اقعدوا مع هشام. فحصل نفس التطور بتاع الالبوم بالظبط، الناس عايزه، فلو عايز حضرتك هتضطر تشتري قبل ما اعمل. أيوه. فابتدى انا اشتغل بنفس الطريقه لحد الحمد لله ما بنيت الشركه اللي بقت قادره دلوقتي تنتج وتعمل حاجات لا كمان الخبره يا هشام، يعني انت ما لحقتش مثلا تتمرن معايا، انا كنت دايما غاويه في الاول فتره الاولانيه خالص ان انا امرمط بيه الارض زي ما انا اتمرمط بيه الارض زمان، روح انزل مش عارف ايه، روح اتفرج على الفيلم ده، تعالى قول لي شفته ايه، مش عارف اعمل، انزل الارض التصوير، اعمل ايه، عايزاه كل حاجه زي ما هو بيقول كده. انما فجاه السرعه في التلقي كانت يعني مدهشه، انه بيدير مسلسل كان 30 مش كله 30 30 حلقه، يعني مش هزار خالص، وبكاست متنوع كل حلقه وبتاع. وبعدين النجاح اللي اتعمل والقرفه كمان، ما ربنا بيبعت قرفه جميله. الحمد لله. طبعا وقتها انا فاكر ان وقتها انا كنت طبعا بحكي لحضرتك كل حاجه، وبقول لك انا بعمل ايه والمشاكل اللي بقابلها ايه وكذا. وبعدين اختفيتي فتره كده اسبوعين ثلاثه، غير ان انت نورتيني طبعا، واول ما طلبتك في التليفون قلت لك انا محتاجك تدعميني في المسلسل كممثله نجمه، تيجي تكوني ضيفه شرف في واحده من الحلقات، في ثانيه جات لي وبدون اي مقابل ولا اي حاجه، فبشكرك برضو يا ابني. ده انت ابني، انا تعبانه فيك برضو. مره ثانيه من الحاجات بقى الجميله برضو في حياتك، انه زي ما انت يعني انا بشعر انك ابني وفعلا حاسه بامومه شديده ليك، انك لما قعدت مع بيبو كابتن الخطيب العظيم العظيم برضو، الراجل ده عنده بما انه طلع ناشئين كتير ويعرف المواهب من بعضها طبعاً، ويعرف النفسيات واولاد الناس من بعضها، خبره طويله ويقدر الدماثه وحسن التربيه، فلقيتك في حضنه. مظبوط. ازاي بقى؟ هو انا بدايه علاقتي بكابتن محمود الخطيب كانت ارسم قلب. جه التصوير زي ما حضرتك جيتي كده بالظبط، الفرق انه كنت لسه بقابله لاول مره، فقعدت معاه 10 دقائق كده اشرح له احنا بنعمل ايه والفكره ايه والطبيعي اللي انا بعمله. ال 10 دقائق دول زقوا لنص ساعه، زقوا لساعه، زقوا لساعه ونص، وسبت التصوير وسبت اللوكيشن ولا الهوا، قاعدين بنتكلم وانسجمنا جدا جدا. قام صور وطلعت الحاجات حلوه قوي، وبعدين خلصنا لقيته بيقول لي هات رقم تليفونك
وعلى فكرة لو عايز نبقى ننزل نشرب قهوة في مكان ما قريب من مكان سكننا احنا الاثنين ابقى كلمني. فأنا اتصدمت لأنه في فرق سن وده كابتن محمود الخطيب وأنا ما فهمتش إيه الفكرة. الكلام ده سنة 2016 واتبسطت جدا جدا ومن هنا بدأت تبقى في علاقة ما بيني وما بينه بره موضوع الكامبين. إلى أن بعدها بقى بسنتين هو نوى أن هو يترشح للانتخابات فكلمني من أول الناس اللي كلمني فقال لي أنا بفكر في كذا وأنا ما كنتش عايز أترشح لكن حكى لي شوية حاجات ناس أقنعته وناس قالت له كلام يخليه فعلا يترشح علشان مصلحة النادي ويعني كان اختصار الكلام أنه النادي ده عمل لي كتير فحتى لو النهاردة هو هياخد من رصيد يكون يبقى رئيس نادي أو كذا حق النادي علي لأنه الكابتن محمود الخطيب قبل رئاسته للنادي الفترة دي ما كانش حد بيختلف عليه لا أهلاوي ولا زملكاوي ولا أي جنسية ولا أي لون ولا أي شكل صح. لكن كونك تيجي في منصب رئيس النادي الأهلي هيخليك بحكم التنافس وبحكم الحياة تخش في خلافات عرضة للسخافات طبعا فالراجل يعني ما كانش مضطر يترشح لكن هو اللي خلاه يعمل كده إن هو حس فعلا النادي محتاجه والناس فعلا كلها بقت بتقوله كده فقلت له أنا معاك واي حاجه تحتاجها انا 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 معاك وبكل قلب وبكل حاجه وشركتي وكل حاجه وابتدينا نشتغل. انت ولا مليم اخدت في الموضوع ده؟ انا ما اخدتش ولا مليم بعد كده يعني هو الراجل حتى لما جه قال لي قال لي انا عايز اعمله شغل ان انا هو عارف اني راجل ناجح وعملت اعلانات ناجحه من وجهه نظره فكان عايز انه يستغل ان هو عنده علاقه مع حد شاطر فنشتغل فحبي ليه واهتمامي بيه قلت انا معاك من غير فلوس. ايوه هو اختارك كمان تبقى مستشار القناه بتاعت النادي الاهلي ولا شركه الاهلي للانتاج الاعلامي؟ شركه الاهلي للانتاج الاعلامي اصغر مستشار في الحياه كلها يعني برضو هو الراجل نفسه يعني قال قبل كده انا كسبت هشام هو كابتن بيبو قال انا كسبت هشام وده حرصه على انه هو اي حد كبير ان ما كانش يبقى بيحتضن شباب صغير ويطلعهم الدنيا هتندب يعني هتنضب قصدي مش هتندب هتنضب هتنشف الدنيا كلها. قول لي بقى مين عبد الرحمن اللي انت طلعته جبته منين وعرفته ازاي؟ انا طول الوقت لما بنكون بنعمل مشاريع خيريه انا دي من الحاجات برضو اللي انا طول الوقت بحب اعملها الحمد لله لما ربنا كرم الواحد ونجح على المستوى الشغل العملي بقيت بحس ان انا عندي مسؤوليه ناحيه الدنيا نفسها والبلد في ان انا اساعد. ده كان احد اسباب ان انا حاولت ادعم في كامبين بتاعت دكتور مجدي وبعد كده حملات خيريه عملتها لبيت الزكاه وكان منها مشروع بشتغل عليه مع اتحاد الاعاقات الذهنيه للولاد ذوي الاحتياجات الخاصه. اوكي. فبندور في المواهب انا ومادي حبيبي فقعد هو سمع ناس كتير قوي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم اصوات وعندهم مواهب او عازفين وابتدى يطلع يفلتر الناس فطلع عدد بدات انا ابص عليه عشان اشوف مين فيهم اللي هيغني اللحن اللي كنا عاملينه للاغنيه اللي هي اغنيه نفس الحروف اللي برضو غنيتها دنيا سمير غنم اللي ما بتتاخرش لما بكلمها في اي حاجه خيريه قدام سيد رئيس الجمهوريه مظبوط دي حادثه مهمه جدا وانا بشوف الاصوات لقيت عبد الرحمن فقلت لمادي ايه ده ايه الولد ده صوته فيه حاجه مختلفه جبناه بيغني مع بقيه الولاد للحظه كنت قررت اخلي الاغنيه دواتو ما بيني وما بين دنيا من كتر ما انا عشقت صوته وبعدين قلت انا هخلي لا كل الولاد يغنوا عشان هي الاغنيه عن كل ذوي الاحتياجات الخاصه هو عبد الرحمن هو عنده 10 سنين ونص دلوقتي وهو كفيف فقلت انا مش بس عايزها تبقى عن عبد الرحمن لا انا عايزها تبقى عن بقيه الولاد اللي عندهم حاجات تانية عملت الاغنيه كل حد فيهم بيغني جزء وبعدين عبد الرحمن بيكمل الاغنيه مع دنيا والحمد لله عملت فيدباك رهيب والاهم ان عملت فيدباك كنجاح وعجبت الناس كاغنيه ان هي اثرت عند ناس فعلا ايوه ووصلنا فيدباك بعد كده ان الاغنيه دي لفتت نظرنا لحاجات ما كناش واخدين بالنا منها وده اللي بيتقال في كلام الاغنيه. طب انا عايزاك تغنيها لي لان انا عارفه ان عبد الرحمن معاك هنا. مظبوط. Thank you.
التفاهم مش تمام. مين اللي قال ان احنا مش قد الظروف؟ مين اللي قال ان احنا نستسلم لخوف؟ ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر بدون فروق، شعر بقلوب تحس، وخلقني بينكم واداني كل الحقوق. ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر بينهم فروق، خلق البشر بقلوب تحس، وخلقني بينكم واداني. يمكن تفتكروا انه في المرحلة اللي احنا عندها دلوقتي كده انه هشام اصبح مشغول جدا وبيعمل مزيكا وبينتج مسلسل وبيعمل اغاني وبيعمل كامبينز خيرية وبتاع وخلاص، يعني هو كده قفل على نفسه لسه وملهي في اللي هو فيه، بس هو الحقيقة لم يتوقف لحظة عن تطوير مهاراته وعن دراسة كل حركة بتحصل حواليه، لدرجة انه اخرج برنامج واعلانات. طبعا ما انت اللي اخرجت لي يا ما فوق البتاع دي حاجات دي. لا بس برضو وانا لا استبعد انه في مسلسل السنة الجاية وفيلم سينما، انا متأكدة يعني الحاجات بتجيب بعضها، لكن انك انت تعرف برضو ادوات المخرج وبيعمل ايه في البلاتو، الكاميرات فين والزوايا والنور والبتاع، هو زيادة في
يعني انك انت يعني تكون ايه مقتحم كل المجالات اللي حواليك. ايه بقى هو موضوع الاخراج ده؟ بدا لما ابتديت اعمل المسلسلات. كان معايا مدير تصوير اجنبي ليوكربطة. مره كنا بندردش كده فبحكي له بقول له انا عايز التتر تبقى فكرته كذا، وبيخشوا من اوضه يطلعوا اوضه ومش عارف ايه. فقال لي فبقول له بس مش عارف ده هنعرف نعمله في مصر ولا لا. فقال لي انت اخرجته. قال لي الاخراج هو ان انت تشوف الصوره وبعد كده ندور نشوف هنعملها ازاي، تعال ندور نعمله ازاي مع بعض. وعملناه طبعا بمساعده طبعا المخرج معتز التوني مخرج المسلسل، وطلع تتر لهفه الحمد لله. كان وان تيك وكله ما فيهوش كاتس وكده. كان كنت بحبه قوي. ومن هنا بدات اشارك في الاخراج بتاع اغاني لهفه، وبعد كده في نيلي وشريهان، وعملنا ارسم قلبه. ودي كان ارسم قلبه كانت اول حاجه خارجها 100% بمساعدين اخراج بتوعي بالكرو بتاعي. وحضرتك طبعا كنت موجوده، كنت قلقانه عليا جدا يعني لحد ما يفضحني احيلا فضحني يا دنيل حاجه تطول رقبتي الحمد لله يعني. فانتجت برنامج، اول برنامج لشيماء سيف اللي هو برنامج 3 في 1، وده ما اخرجتوش لان اخراج البرامج حاجه تانية خالص. لما دخلت واتفرجت عرفت الموضوع. لا انت بس عملت حاجه، انه الاعداد بتاع المستر اندرستاند ده مرعب. لسه بقى ما هو الاول 3 في 1 دخلت اتفرجت وشفته وانتجته وانا ايديا بره. ايوه وده بجمهور برضو يعني جراند برودكشن الحمد لله. جيت في اللي بعده انا جات لي الفكره. أيوه. جات لي الفكره. أيوه. كامله بنفس الصوره بنفس طريقه موضوع الاخراج، فبقيت شايفها. فحسيت ان انا اللي عايز اعملها لاني هعرف اعملها. صورتها بطريقه غير اللي بتتصور بيها خالص، ما صورتهاش بوحده تصوير، صورتها بطريقه اللي جاي في دماغي ان هي دي الفكره انا هنفذها كده. فصورتها بطريقه، اشتغلت على كل تفصيله، قعدت اعمل كاستنج للولاد الصغيرين اللي طلعوا. طلعت روحي وفرجتك. وبرضه على فكره مدام سعد اول واحده اتفرجت على حلقه متمنتجه من البرنامج ده. خدت الحلقه على اللابتوب وجيت لك البيت، قلت لك عايز افرجك على حاجه مهمه. فتحت الحلقه وفرجتك اول حلقه اللي هي حلقه ادم الحمد لله نجحت. قالت لي بوم الحلقه دي طلقه، البرنامج ده هيبقى طلقه. يا ساتر على ادم ده رهيب. فيمكن ده احلى حاجه في البرنامج ده، ان هو طول الوقت برامج المقالب الناس بتشكك فيها. لان بيقول لك ممكن الفنان يبقى عارف ممكن كذا. البرنامج شيماء اللي هو ميس اندرستاند هو برنامج مقالب في الاطفال بالظبط، فدول مش هيمثلوا مش هيعرفوا، فالناس بتبقى بتفرجه ومصدقه 100% ان ده رياكشنه الحقيقي. ايوه صحيح. ما هو فعلا كان باين قوي. مظبوط. عايز اقول لكم بس انه كمان هشام عنده ملكه في التعامل مع الاطفال مرعبه يعني. ولما كنت بشوف له حاجاته وهو بيعمل بقى العروض اللي هنيجي نتكلم عنها دي، اولا الشباب والجمهور بتاعه يعني عظيم، كتير قوي 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 قوي، وعمرهم كلها في حتت متقاربه جدا، لكن في وسط كل ده بتلاقي عيال كتير جدا وراه في اي حته. اذا قعدنا ناكل في لقمه في حته ولا اذا قعدنا نعمل اي حاجه العيال مره انت كنت هنا كان في عيال كتير قوي جايين يشوفوا دنيا. ايوه مظبوط. وخلصت بقى دنيا بتشتغل وانت قاعدين بقى فوقك هنا كده عندك ملكه. فاذا انت طريقه مسايسه العيال وتدريبهم، مش عايز اقول تدريبهم لانهم كانوا سبونتينيوس قوي، كان طبيعي جدا. هو كان الفكره في انك تحطيهم في المواقف اللي هم بيعملوها. بس احنا انا مش لقيت نفسي مع الوقت معرفش ده بحب ايه او معناه ايه، بس انا لقيت ان انا المشاريع اللي بعملها فيه كتير منها جدا بيكون ابيلينج للاطفال يعني. لهفه، نيلي وشريهان، لالا لاند، بدل الحدوته 3، ارسم قلب، لما القلب يدق، ميس اندرستاند، كل دي لا مشاريع. لا 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 استنى، ودنيا شو ودنيا's world. طيب ده عمل برضو اوت ستاندينج اوت اوف ذا بوكس، انه راح عمل بدنيا شو ديزناوي الشكل مزبوط. يعني ونجح جدا. ميزه اخرى برضو بشوفها في هشام انه افكاره المجنونه ما بيفرضهاش على حد، وما بيعملهاش من جيب حد، وما بي يعني مش مستعد في لحظه من اللحظات انه منتج يقول ده خسرني او خرب بيتي. ما عندوش الحكايه دي، بيطلع بالفكره الاول لدرجه انه اللي بيشتري منه الفكره متاكد من النتيجه. يعني حتى وهو بيقول لك انا ببعت الاول الالبوم بتاع لا اللي اشترى ما كانش بيغامر،
السينما فيها مثلا ريسك ده طبعا عالي جدا، لكن ودايما كنت بشوف يا ربي ما يطلعش منه عمل المنتج يقول خرب بيتش. هي دي الحته بقى اللي عند حضرتك برضو ما شاء الله نتعدل بقى ان انت اتعلمت منك فكره انه الجزء الفني لو انا في حاجه فنيه بعملها بشترك فيها سواء اني بلحن او بخرج او بعمل ما تاثرش على البيزنس سايد. ايوه اللي هو الجزء اللي يخص الارقام. هل العمل اللي انت اتسحلت وراه ومشيت وراه فنيا ده ماليا هيرجع لك الفلوس، ماليا هيبقى مجدي للقناه، ولا انت قاعد تعمل برنامج عظيم وانتاج رهيب لكن هو في الاخر بمعطيات السوق بتاعنا ممكن ما يعوضش. فدي حته عند الوحيده اللي كانت عند حضرتك في كل المنتجين، لان الوحيده اللي جايه من اصول فنيه فنانه الاول وبعدين عملت حته البيزنس ونجحت فيها جدا الانتاج. فدي نقطه مهمه جدا جدا. فعشان كده لما جات لك فكره انك انت تغني في بوي باند وقال لي انا عايز اعمل فرقه، انا يمكن مش 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 اعظم صوت ولا حاجه لكن انا هغني بمزاجي وبطريقه اللي انا عايز اعملها وعايز الشكل يبقى كده، اوكي خد الريسك مع نفسه وعمل بوي باند. برضو وقفت اراقب بوي باند ده، خفت قلت هيقولوا بقى العيال الصغيره بقى اللي مش عارف ايه هو طبعا بيغني الكاتيجوري لجيل لتارجت بتاعه، هو سيجمنت بتاعه لحد مثلا من سن 13 ل 20 وما اقوى ما. انما اللي اذهلني حاجه بقى جمهورك، وعايزاك توريني اما بتعمل حفلات بيبقى حجمه قد ايه، لان في قطاع من الناس مش ما بيشوفش الحاجات دي. والغريب انه جمهور الشباب اللي بيسمعك ده بما فيه الاطفال والمحبين والرومانسيين والمش عارفه ايه بيسمعوا اغاني تقيله. يعني انا قلت هيغني بقى الطق اللي حاجات من دي كده، لقيت لا ده عامل اغاني كلمات امير طعيمه واي الكلام. امير طعيمه عنده رسائل مخبأة في الكلام دايما، يعني بيرصش كده. ونمرة اتنين الألحان لطيفة جدا ويعني ديستنجيه فيهاش عبط، فده برضو لفت نظر. يعني أنا عايزاك تورينا الميكنج بتاعك بتاع الحفلة اللي كانت حاجة مهولة قوي دي. الساحل الساحل يا نهار أبيض على الساحل. طب تعالى نسمع غنوة من بوي باند قبل ما نقدمه، أنا عايز أشوف الولاد دول. يلا بينا. يلا. وذوقي في لبسي وليا حياتي اللي بعيشها، انا حابب شكلي وطريقه اكلي، انا حتى مشاكلي بطنشها، وده بقى اسلوبي محبوب بعيوبي، بضحك عالدنيا وعيش اليوم. ايام بتعدي مين فيكم قدي، عايش بكيفي ومش مهموم، بسمع مزيكا بصوت عالي عمري ما بشغل بالنسبالي، كل الموضوع بالنسبالي ان اعمل كل اللي عاجبني، انا عايش وانا ليا طريقتي والحته بتاعتي ومنطقتي، ومحدش ليه انه يقولي انا هعمل ايه او يحسب. الدنيا بسيطه وكله تمام طول ما انا مبسوط مش فارقه كتير، كبرت دماغي وعرفت انا وهفكر ليه تصبحوا على خير. الدنيا بسيطة وكله تمام طول ما انا مبسوط مش فارقة كتير، كبرت دماغي وعرفت انام وهفكر ليه تصبحوا على خير. جدا جدا هرفع او هتخن، هرفع او أتخن. لو شكلي اتغير بالايام، لو لوني سمار سمار من شمس او حر، من شمس او حر، مبسوط وانا حر وكله تمام تمام، لو حتى طويل طويل او وزني تقيل، او وزني تقيل، الوضع جميل وانا براضي، راضي ابيض او قمحي عجباني ملامحي وكلام الناس ده على الفاضي، بسمع مزيكا بصوت عالي عمري ما بشغل بالنسبالي، كل الموضوع بالنسبالي ان اعمل كل اللي عاجبني، انا عايش وانا ليا طريقتي والحته بتاعتي ومنطقتي، ومحدش ليه انه يقولي انا هعمل ايه او احسب. الدنيا بسيطه وكله تمام طول ما انا مبسوط مش فارقه كتير، كبرت دماغي وعرفت انام وافكر ليه
تصبحوا على خير. الدنيا بسيطة وكله تمام، طول ما أنا مبسوط مش فارقة كتير. كبرت دماغي وعرفت أنام وأفكر ليه تصبحوا على خير. بسيطة وكله تمام، مش هشغل نفسي برأي الناس. أيام جاية وهتروح أيام، جربها تعيش مبسوط وخلاص. الدنيا بسيطة وكله تمام، طول ما أنا مبسوط مش فارقة كتير. كبرت دماغي وعرفت أنا وأفكر ليه تصبحوا على خير. الدنيا بسيطة وكله تمام، طول ما أنا مبسوط مش فارقة كتير. كبرت دماغي وعرفت أنا وأفكر ليه تصبحوا على خير. وانتوا من أهله يا حبيبي. ده بوي باند. بوي باند استاذ محمد فؤاد بوي بقى البلوند بتاع البوي باند. والاستاذ محمد جمال الافريكا افريكان ايجيبشن بوي باند، وانت الليدر. جبتهم منين بقى اشكال دي؟ جبتها منين؟ برضو حضره كل اللي حصل طبعا. برضو طلعت الفكره في انه لقينا انه الترند في العالم انه يطلع ناس صغيرين يغنوا للجيل الصغير اللي محدش بيكلمه، كل الاغاني عن الفراق والغرام وكده، مفيش حد بيكلم الواد عن احلامهم عن. فطلعت بفكره انه انا عايز اعمل باند قبل ما انا هبقى اغني فيه، عايز اعمل باند في التارجت ايج ده او السن ده، والولاد يبقى شكلهم مختلف عن بعض، عشان اي ولد يلاقي نفسه في واحد من الثلاثه، اي بنت تلاقي شكل ولد من اللي بيعجبها في الثلاثه. وبدأنا ندور وبدأنا نصنف هنجيب حد شكله ايه وحد ايه وحد ايه، وبدأنا يجوا الولاد يقدموا. تقريبا حوالي 3000 ولد جم قدموا، غالبا انت شفتي منهم حوالي 500 كتير. اللي انا فلترتهم اللي هم يعني دلوقتي انا عارفه انت محمد جمال جيل الاول. جيل الاول صح مظبوط. فانا حتى قلت لك الفيتشرز بتاعته حلوه قوي، فقلت له لازم يمثل. قال لي تصبري هنعمل بيهم حاجات، بس عايزه الاول يفك الرهبة والحاجات، وبعدين جه الجان الصغير. مظبوط حضرتك صح. فانت كنت بتدور على ده في الاول في ال 5000 اللي صفوا 500 وبعدين مش عارف ايه؟ لا ما كنتش عارف ندور على مين بالظبط. حتى الولد اللي في النص ما كناش عارفين ندور على ايه بالظبط. كنا حاطين شويه عناصر منها انه اول حاجه يبقوا ناس ينفع يبقى رول موديل حتى في طريقه حياته. ما يكونش طباعه مش لطيفه، ما يكونش طريقه كلامه مش لطيفه، ما يكونش تصرفاته مش مظبوطه. ده رقم واحد. تاني حاجه يكونوا ناس بوزيتيف وبيحبوا الحياه، مش كآبه وان الدنيا سودا وعايزين يغنوا اغاني عن الدمار والسواد وكده. لا عايزين شباب بتقول يلا وبتقول نتبسط وبنقول كذا باحترام وبطريقه مظبوطه، ويكون اشكالهم مناسبه انهم يبقوا اون كاميرا، ودي حاجه طبعا مهمه جدا. ويكون عندهم التالنت الموسيقيه سواء كانت غنى او 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 عزف. وبعد كده ابتدينا نقيم واحده واحده هنا مين كويس في ايه، مين ايه مين ايه. طب دلوقتي محمد جمال انت عرفت ازاي باعلان؟ انت عملت ايه اعلان؟ لا هو يحكي لك قصته بقى. لا ما هو انا مش انا اللي عرفت اصلا. ده قريبي اللي عرف الاول. هو اللي راح اصلا عمل الاوديشن الاول. بعد كده قال لهم ان انا في قريبي برضه بيغني ومش عارف ايه عليا، فقالوا خلاص تمام جيوا المره الجايه. فروحت المره اللي بعدها عملت الاوديشن ومشينا. بس بعد كده لقيتهم بيكلموني بقى وتعالى انت اساسا تاني. كنت بتحب الغنى من وانت صغير؟ يعني أكيد. كنت اوريدي اكيد. كنت بحبه من وانا صغير. بايه شرقي وغربي؟ لا شرقي اكيد إيه؟ اكتر عشان انا كنت هو ده اللي بسمعه ساعات. انا حسيت انه منحنح. منحنح يغني من سمعه شرقي اكتر مظبوط. حسيت انه منحنح. الاستاذ خواجه انا وقتها كنت منزل صور على السوشيال ميديا ومعروف يعني 2013 تقريبا. ففي حد من الشركه رشحني، يعني كان شاف صوري على النت على السوشيال ميديا فرشحني للمكان ده في الباند. كلم الشركه عليا، جيت عملت اوديشن. يعني انت كنت انفلونسر في الاول؟ شبه يعني يعني.
بس بعدين جيت الاوديشن رحت وكان بدا يجي له عروض بقى ان هو يعمل اعلانات مش عارف ايه بس كانت الحاجات ما كنتش بروح يعني ما كانتش الحاجه ما كانتش حاجه بروفيشنال لغايه ما حاجه زي الشركه يعني فما روحتش. طب وانتوا داخلين الاثنين على المنتج والمخرج وال مش عارف ايه لا هو انا اصلا ما كنتش عارف ان هو المنتج يعني الاول هو انا اصلا اول ما دخلت قابلت حد من الشركه ومادي مادي الموزع بتاعه فقعدت فانا اصلا بتعامل ان مادي هو المنتج يعني هو كبير هو لا هو تحسين إيه انا اول مره اعرف الموضوع ده اه والله بجد تحسين هو ده المنتج يعني ده مستحيل فبعد كده هشام دخل فسلم علينا ازيكم فانا ماليش دعوه يعني هو دخل وقف انا ما كانه ما جاش انا بالنسبه لي هو مادي بعدها بشويه ابتدى هشام يتكلم فانا ارد عليه بس انا مدي الاهتمام لمادي يعني انا برد عليه ان هو ده صاحب مادي ومادي بقى كان بينستراكت قوي وعيد وكده غلط وعيد هو جدا هو اداء المنتج يعني هو ده اكيد هو ده صاحب الشركه فبعد كده اكتشفت بقى فطبعا لا انا العكس اكتشفت ايه خفت لا ما خفتش بالعكس يعني قلت بس ايه ده عيال مننا يعني عملت ايه لا هو انا استغربت اصلا هو الفكرة ان هو كمان يعني حاسه يعني كان قدي تقريبا في السن فايه هو ده المنتج انت جاي تهرجه ولا ايه بس لحد ما بقى ما عرفت وسمعت بقى الحاجات لا انا من اول ما دخلت عارف ان هو المنتج لان انا دخلت على كان في مشكله تقريبا في الشركه غالبا دخل وانا متنرفز شويه انا عرفت خلاص ان مين هنا لا هو هشام في طبعه هادي يعني من احلى طباع ان هو هادي جدا والله ما شاء الله شربهم المرار يعني لا هو الحمد لله مش معانا والله لا ده مش معاهم هم انا مع بالعكس انا بتبسط لما ببقى معاهم عشان ببقى فن كده بتبسط يعني لما هم بييجوا حتى تلاقي ادائي بيتغير انما في الشغل بقى غصب عني لازم هما بيشوفوك في حالاتك بقى كلها احنا يعني شفنا كل الحالات الحمد لله حبيبي يعني كفايه كده حالات بقى اصبح كهلا مما راى يا ابني طيب هتسمعوني ايه اول حاجه عملتوها ايه الاول انا فاكره كانت اللي دنيا عملت معاكم فيها حاجه لا دي مش اول واحده عملنا اول واحده اسمها عيشها بدماغك ايوه في اوضه كده وقاعدين لا كانت في جنينه لا ايه لا ده انت مش فاكر حاجه خالص والله العظيم مش فاكر اول واحده كانت في جنينه فعلا اول اغنيه عملناها خالص ايه دي اللي في اوضه اللي هي بتجننوا ايوه عرفت ان انت قصدك على الصحاب دي كانت في اوضه بس بس أوكي. بس اول واحده كانت طب حصل ايه بقى اول مره هو يصوروا اول مره حاجات احنا عموما حصل لنا كذا خضه كده يعني خضت اول اغنيه دي الرد الفعل خضنا اول حفله اول حفله خالص دي اتخضينا لان رايحين احنا قلنا ايه مكسوفين بقى وانا انا بقى عندي حته الانتاج وكده فخايف على برستيجي فقلت مش هقول انها حفله انا هقول ان هو عيد ميلاد الباند كان الباند بقى له سنه وبالمناسبه احنا عندنا 8 اغاني بس ايوه يعني كل الرصيد 8 اغاني كل غنوه بقصه فوقتها كان عندنا 3 4 اغاني فقلت ايه هنعمل عيد ميلاد للباند وجبنا مسرح وبتاع وقلنا هنشوف ايه اللي هيحصل جينا معديين من بره فانا سايق وهم راكبين معايا فمش فاكر مين فيهم قال لي ايه الزحمه اللي هناك دي احنا مش متوقعين ان لسه مش فيش استوعاب للموضوع مش صعبين ان هم دول الناس اللي مستنيينا وصلنا الدور الاولاني اتملى والدور اللي فوق في المسرح اتملى وناس اتقفلوا البيبان بتوع المسرح والناس مشيت وعياط وناس بتتخانق وابهات انا جاي ما اعرفش منين وجايين ناس من محافظات وحاجات فدي كانت صدمه وعندنا كانت صدمه بتاعه فور وينتر سكاير فيستيفال صدمه ان هو انت رايح افتتاح مكان مش متوقع ان يحصل كده من واحنا داخلين اصلا يعني احنا كنا داخلين من باب اللي هم العربيات بتاعه بتفضي الشركه مثلا بتفضي بضاعه او حاجه فاحنا داخلين من ورا علشان منعا لاي زحمه او مشكله او كده لانهم مستنيين هناك ما اعرفش عرفوا منين كل المول كان قدام الفور وينترز كل المول من اول العربيه كانوا متوزعين عند البيبان بتاعه حتى يعني غير الناس اللي في ناس راحت اللي هم اللي هو الفانز العادي العاديين راحوا وقفوا قدام المكان الفانز الاعلى من العاديين بقوا متوزعين في الاماكن هم جايين هم لو جم من هنا احنا كلنا بقى الحل بقى بدا يدخلنا اضطرينا ان هو يخلونا نجري لجوه علشان كانوا مستنيين بره فدخلنا في طرقه طويله فيها كذا باب كل باب بيفتح بالظهر بتاع المول ففي باب ومسافه وباب ومسافه وباب ومسافه احنا هنخش من ده فعايزين نشوف الشكل جوه ايه فبنقول لهم بنقول الامن هم كانوا عاملين حسابهم على 50 واحد سكيورتي مثلا ده جابوا 150 اصلا بعد على اخر اليوم فعايزين نبص نشوف هيحصل ايه فده اللي محمد بيقولك عليه فقال لنا روحوا بصوا من الباب اللي بعده ده الفاضي نفتح الباب صريخ وصويت اول ما
ويعني هما هو بيقول اللي افتحوا الباب ده مش هتلاقوا حد. فبنفتح نلاقي بجد المسافه زي من هنا وكده. فنضطر وهم هو قافل الباب واخدنا وطالعين نجري تاني. لغايه ما بدا يبقى يحصل فيه مشاكل في الدور اللي احنا فيه من الزحمه، بيبان المحلات ممكن يعني تتكسر او كده. فاضطرينا ان احنا نطلع على طول. انتوا الفيديو ده اصله كمان خض الكبار اساسا، يعني اما نزل الفيديو على السوشيال ميديا خض كبار. في ايه؟ قال ايه ده؟ هو في ايه؟ العيال مالها منهاره كده يعني جو مايكل جاكسون قوي. 10 دقايق وكنا بره، اتطردنا. طردونا. طردوكوا؟ جالنا الامن قالوا لنا انتوا لازم تمشوا دلوقتي خلاص، اطلعوا بره. ايوه انتوا رايحين تفتحوا محل الايس كريم. طلعوا بينا خلاص. يا عيني يا ابني. 10 دقايق بالظبط. طب ممكن اسمع منكم حاجه يا اولادي؟ طبعا. اطفال الابرياء. يا سلام. طب مثلا غنوة نكتة بايخة. طبعا. عندك أي حاجة تقولها عن نكتة بايخة قبل ما تطلع تغنيها؟ لا، كل اللي عندي أقوله إن يعني دي أغنيتنا بقالها سنتين، غنيناها لايف قبل كده وغنيناها في برنامج كمان مرة قبل كده، بس كان دندنة كده وبس. وكان حصل شوية مناوشات ما بين الفانز وما بين الناس كده الفترة اللي فاتت، علشان الأغنية يعني نزلت بأشكال تانية أو حصل شوية دربكة. طب سمعوها لي، أنا عايزة الأوريجينال. ما فيهاش مشاكل. أيوه. أوكي. أنا نفسي بجد أسقفلك من أعجابي، أقوم وأقفلك كان هوانا تمثيلي يا بنسبة عليا نجحت فيها. أنا نفسي بجد أنا فعلاً صدقت عنيكي، نفسي أقولك نكتة بايخة يا ريت تكوني بتسمعيها. مرة واحد حب واحدة وكان يبيع روحه عشانها، كان يموت لو مرة شاف الدمع نازلة من عيونها، كان حاسس زي دم اللي عمره ما يبقى مية، عمره يوم ما اتمنى حاجة قد ما اتمناها ايه، وافتكرها حلم عمره اللي نفسه ما ينتهيش. بس يوم فتح عيونه فين حبيبتي ما تلاقيش، اضحكي يا حبيبتي الله انت ليه ما بتضحكي.
غلبانين. ايه مش انتوا بتعملوا في نفسكم كده؟ انا بتفرج عليهم في السقطه واللقطه، لقيتهم عاملين فيديوهات لنفسهم بيلعبوا وبيعملوا عقوبات، خلاص؟ منها عقوبه ان اللي يعك يضرب قرن فيلم، مش انا، انتوا. فقلت ايه من هذا الجناء، من هذا العمل كده يعني حاجه من دي. فدلوقتي انا هستمحنكم. اوكي. اللي مش هيرد عدل هياكل القرن الفلفل ويقوم ياخد غيره. يعني هتسالينا ايه؟ هسالك سؤال وهسال سؤال. سؤال اللي مش هيرد هي طب هسال سؤال تاني. مين اللي جاوب يعني؟ ايه؟ هنشوف مين اللي هيجاوب دلوقتي، بس انا هسال سؤال. واحنا هناكل قرن، يعني انا لو جاوبت غلط هاكل القرن كله واخد واحد غيره للسؤال اللي بعده؟ يتوقف على حياتك انت. هتفضل عايش لو مت خلاص بقى. يعني أصلاً مش عارف، شفت الواد ده ضرب قرن فلفل وبيتكلم عادي جدا. كان عامل فيها لخف حراق واحمر، كان احمر وبعدين ابتدى يسخن. هو عامل فيها بس انا كنت لساني واقف. طيب لعبه اعرف صاحبك. اوكي اوكي. هشام جمال عنده كام اخ واخت؟ ثلاثة. اثنين. كل اضرب. يلا يلا كلهم اضرب. ما اعرفش انت وانت يلا اضرب. لا اطمع ورينا كده عشان نبقى شايفين نص. بس حراق فعلا. الاجابه الغلط تبقى نص. كل نص ما هو كده النص. لا ده مش النص، خد واحده. لا ما تبقاش قاسي بقى، عشان عايزين نعيش معانا لاخر حلقه. عشان نكمل اطمع. سؤال اللي بعده طبيعي. فؤاد ارتبط كم مره السنه دي؟ ثلاثة. غلط والله. اكتر بس انت لا 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 لئيم بيقول لك غلط عشان انتوا الاثنين تاكلوا. لا بس هو لا خلاص كده عشان بس هو ثلاث مرات. ثلاثة؟ أربعة. غلط والله. ستة؟ انت قلت ثلاثة خلاص. إيه يا محمد؟ كم مرة؟ ما أنت كده يتعدينا، يا إما هنقول بقى الحاجات. نقول؟ ولا هتعديها؟ عديها. أنا رأيي تعديها. ولا نقول؟ هم مش ثلاثة والله. أكتر؟ كام؟ خمسة. أربعة. خمسة؟ خمسة؟ السنة دي؟ اضرب. أنا معايا الإجابات يا بابا. أنا واخدة الإجابات من الكنترول. نصه نصه نصه. استهدى بالله. يا نهار أسود، ماليش دعوة. إيه ده؟ هتتعبوا. إيه خفيف؟ كل نصه. ايه ده؟ لا مش خفيف. جمال. ايوه. ايه اكتر حاجه بيحب يشتريها؟ جمال الزغطه مسمعه. اكتر حاجه بيحب يشتريها كشوبينج يعني؟ ايوه اكتر حاجه بيحب يشتريها بسرعه. لبس الكوره. ايه ده؟ ايه؟ لبس الكوره. وانت هدوم؟ غلط. كله. الاجابه ايه؟ ايه؟ بتشتري ايه؟ ايه؟ تشات. ايه؟ ما هي هدوم. طب ما انا قلت هدوم. دي مش لا هدوم. لا دي احذيه. انا قلت كده؟ لا انت قلت هدوم، هو قال احذيه. ايوه الحمد لله في حد وسطنا. انا قلت الاحذيه دي. وانت قلت ايه؟ هدوم كوره. لا ده طيب ده بره. دي كده كده بره. هو الكوره. في واحد هنا بيموت بالزغطه. ما دام سعيد الجزم دي تعتبر من الهدوم. ايوه. لا يا ارحمني. لا يا باشا دي حاجه ثانيه. كان قال هدوم. طب يلا يا محمد. بس انا كان قال هدوم. كله طمه زي والله ما بياكل كويس. لا انت ما اكلتش. ده ازاي؟ هقيس القرن. انا هقيس القرن. السؤال اللي بعده. اكتر اكله فؤاد بيحبها؟ يلا بقى يلا. ده تلاقيه اصلا قال حاجه ما بيحبهاش والله. ايه قول. يا الباستا يا البرجر صح؟ والله غلط. ستيك. غلط. قلناها بيتزا. خلاص غلط. ما كرهوش غلط. اقطم اقطم. حمام. حمام. قال حمام. الاجابه عندنا حمام. انا مش قادر اكل تاني فعلا. حمام. اعمل نفسك تقطم. كل كويس. ما ينفعش اعمل نفسك. لا ده ما قطمش حاجه من القرن بتاعه خالص. اقسم بالله بيغش. ليه واخد قرن طول كده بحاله؟ بصي بيطلع في نفوخي ده. اقسم بالله تعرفي ان انا عندي ضمير. ايوه. لا حبيبي انت عندك ضمير. السؤال اللي بعده. لا ده بياكله في العادي اصلا. هشام جمال سافر كام بلد؟ يختي تسعة. حد جاوب غيري. محمد. حد جاوب غيرك احنا تاكل بقيه القرن. ستة. تسعة. ثمانية. غلط. الاثنين. الاثنين غلط. هم اكتر من عشرة كده كده. اكتر من عشرة. هم اكتر من ماشي عشرة. ماشي انا كل محمد كل حد ما تبقى كده. اضرب قبل ما اقوم اجيب لك كيس المية اللي كنتوا بتضربوا بيه بعض على فوخك. اضرب اضرب. يلا ريح بس شوية اقسم بالله هموت. اسأل ولا محمد.
شايفاك ما بتاكلش. انت بجد بتستهبل. اقسم بالله زي الامريكان. لا كل لا والله اقسم بالله اقسم بالله حمار ياكل زينا كده كده مش فاهم. اقسم بالله بص العرن طوله مش مش قادرين نتكلم. حمام مش قادر. ماشي انت اصلا بتاكل ده في العادي. ماشي بس هو بجد مش لوحده. كل هم ما بيتخانقوش. هم بيطلعوا النار بس في اي حاجه الاثنين ودانهم. لا هو ده العادي. طيب جمال جدته اللي بيحبها اسمها ايه؟ ولا حد يعرف. لا بس ده تعجيزي. لا يا باشا ده مش تعجيزي. ايه ما انتوا معاك دي دمع. ما بحبش. فين كاميرتي؟ ايه انا سخنت سخنت. قولوا يا باشا قولوا. اه لا ما ايه كل انت كده ما تعرفش. انا قلت هو ايه السؤال كان نجلاء. دي جت مع مدرستي في المدرسه. طب انا بكح ليه؟ طب هم بينتحروا جنبي انا مالي؟ ده تعاطفا معانا طبعا. فعلا لا هو كده مش يلا كل هتموتوا. طيب لا 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 هقول لك حاجه. لا ياكل اللي ده اللي ده قرن ما كملش. هو كمان ياكل. هو واكل 3 ارباع القرن. انا اول سؤال جاوبته صح. انت القرن لسه بحاله. ايه اقسم بالله العظيم او نص. والله دايما بيغش. اقسم بالله انا دايخ او انطجي وبتغش. انا شايفك 4 دلوقتي. وريني انت ليه مخبي اللي فيه. انت انتوا حاجه شنيعه. انتوا حاجه شنيعه. انا الحق عليا يا جماعه. انتوا بجد مبوظين البتاع بجد والله. انجزوا انجز يا محمد انجز. انا السؤال ليا انا انجز. كلوهم كاني سالت كاني سالت وقلت غلط وكلوهم. كل يا باشا. ها اقسم بالله دايخ. انا فاكرها اللي هو عديها لنا. اه انا بقول لك عديها لكم وكلوهم. لا هي انت المفروض تاكل انت ومحمد. كلت انا مناخيري اتصاب والله العظيم. طب ماشي. طيب اطلبوا لنا الاسعاف يا اولاد. بص انا هقول لك حاجه. احنا هنحط فيديو من اللي انتوا كنتوا بتعملوهم. اه عشان ده احسن بكتير. انا رأفة بيكم. انا كنت هاكلكم الطبق كله رمضان. انا مش انا كنت هاكلكم الطبق كله. يا نهار اسود والله العظيم. والله العظيم كنا هننام كلنا عشان ما تغنوش تاني وتوجعوا دماغكم. طيب تعالوا بقى نسمع الغنوة. نسمع الغنوة ايه؟ بنتي وصاحبتي وانت بتغني. بس ادونا 5 دقايق نتملك نفسنا. طيب اوكي 5 دقايق انا محتاج ربع ساعة. اوكي اوكي مية رايب. انا عايز رايب. حبيبتي صاحبتي وبنتي حياتي عبارة عن انتي. بحس معاكي اني بقيت عايش ايامي في الجنة. لقيتك حلمي بتمنى وروح القلب بعد ما تاه. بقيت انا وانتي حدوتة بيحكوها البشر عنا. وعارفة اني ماليش غيرك مكان تروح. ماليش في الدنيا دي غيرك دفا وبروح. وقت الدنيا ما تعاند يا ايد بتشدني لقدام. وظهر عليها انا ساند. بحبك حب مش بكلام. في وقت الدنيا ما تعاند يا ايد بتشدني لقدام. وظهر عليها انا ساند. بحبك حب مش بكلام. صحيح اني ساعات عصبي يا جوزة وقت بكون قاسي. لكن عارفة ماليش غيرك مكاني تروح. ماليش في الدنيا دي غيرك دفا وبروح.
شكلي يا أهلي وبيت بكيت على الماضي من قبلكم الفرحة معاك بكيت يبان ضعفي قصاد زعلك وشايفك لي يا أهل وبيت بكيت على الماضي من قبلك ومن الفرحة معاك بكيت شكرا ياللي فهماني وعارف انا مين وعارف انا ايه بحبك ايوه والله ومش عارف بحبك والله كان نفسي يبقى عندنا وقت اكتر كنت هعمل فيهم عمايل بس الحمد لله كده خفيف خفيف روضه الحمد لله مشروعك اللي جاي ايه ان شاء الله في مشروع لدنيا باذن الله بنعمل فيلم وبنحضر لمسلسل وميس اندرستاند سيزون 2 وطبعا اغاني بوي باند طيب هتعملوا حفله قريب عشان العيال اللي بتتجنن دي ان شاء الله نفسنا بس لما بنبقى دايما عندنا فكره ان لما نعمل حاجه عايزينها تبقى بنفس الحجم ونفس المستوى فده اللي بيخلينا يمكن ناخد وقت شويه تمام بعد كده انا هاخدكم في فيلم بقى يلا السلام. حالا اوكي حالا نقوم دلوقتي انا متشكره جدا جدا يا اطفالي الاحباء ميرسي جدا ان انتم شرفتوني حبيب ابني ميرسي انك كنت معايا والحمد لله ان انا يعني ربنا يفرحني بيك اكتر واكتر ربنا يخليكي وتعمل اللي في دماغي برضو لسه ان شاء الله يا رب تفضلي دايما مبسوطه وانا والله العظيم مبسوط قوي قوي وشكرا ليكي على النهارده وعلى كل يوم بعدد الايام اللي احنا اتقابلنا فيها وساعدتيني فيها والله احنا انا بالنسبه لي مبسوط جدا جدا انا متاكد ان محمد وهشام نفس الموضوع اكيد شكرا لحضرتك فميرسي يا مدام سعاد جدا شفت برضو لازم في جان وبتاع كلام قليل يعني مش هيقول لك كتير شكرا حبايبي نورتوني وكتر الف خيركم على مجيتكم النهارده والمتعه اللي متعتوها لنا ومستنيه اشوف كتير 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 ان شاء الله تصبحوا على الف فل